جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا أخت لنا من نعام تقول: أختكم في الله أم سعود. أم سعود لها 5 قضايا، في إحدى قضاياها تقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحرام وعليها الدورة الشهرية؟ لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، حتى مصلى العيد، طيب، وهي عليها العادة الشهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وأمر الحيض أن يخرجن لصلاة العيد ويعتزلن المصلى، فالحائض لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، وعليها الحيض للجلوس فيه والمكث فيه. نعم.